شباب ما في أحلى من المحبة. يا الله الله يديم المحبة. آمين آمين يا رب العالمين. أنا بيعجبني بحارتنا إنه اللي بتجمعنا فيها المحبة. صحيح صحيح، كلهم بحبوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض. يا الله يا الله، سوى أحيانا بيصيروا شوية خناقات يعني قليلة، يعني مثل خناقات أبو عصام وبحده أول تمبارك وابو العز وابو كرمه. وابو العز وابو كرمه تخانقوا مظبوط، المصاريف تتخانق مع بعضهم. وابو محمود وابو احمد. مشكلتهم بسيطه، انحلت دغري، بس انتوا تخانقوا مره ثانيه. انا علمي الاسبوع الماضي. وابو ياسر. ابو ياسر وابو ياسين؟ هدول من زمان هيك يا ضد بعض. هدول ما بيركبوا على بعض بنوب، كل ما يشوفوا بعض لازم يتخانقوا. فعلا. يا فول انا ما في خناقه بالحاره غير كم يوم، ليش ما بعرف. المحبه الله يديم المحبه. لك ابو كرمو سمعنا شي حكايه من حكاياتك الحلوه. والله يا ابو كرمو حكاياته كلها حتيقه. لا حلوه حكاياته، ما في احلى من جده. جدك احكي لنا شي قصه من قصص جده. صحيح جده. هات نشوف. راح احكي لكم حكايه جدي وعلبة. شو هون؟ علبة. علبة؟ هذا جدي كان يحب وحدة اسمها علبة. شو هاد؟ لك ايه بحبها كان جدي. شبكن يا جماعة؟ علبة 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 علبة، قلتلكن علبة. شو هي علبة؟ لك ايه ايه، هي علبة كان يحبها جدي وقت كان صغير. ايه هي يا جماعة، وقت كان جدي صغير كان اسود مثل العبد وشعراته مكزبرين وكان طويل ونحيف. هلا جدك لما كان صغير كان اسمر شعره كذبه، ولما كبر صار ابيض وشعره مالي. وكان عنده اخ اسمه شيبوب. اخوه اسمه شيبوب. لك ايه ايه ايه، كان يحط هيك حلقه. ايوه هو هذا حلقه. كمان كان مدعبن وقصير، وكمان كان شعراته كزبرين وكمان اسود. معناته جدك لانه شعراته كزبرين واسود قام جدك ابوه لجدك سماه عنتر. مزبوط. معناته عنتر وعبلة مو عنتر وعلبة. لك عنتر وعبلة. شو قلت لي اسمها؟ عنتر وعبلة. عنتر وعبلة مزبوط. بس مو هذاك عنتر وعبلة. لا جدي. هو خلي لك الجد. شو الجد هاد اللي عندك؟ ومرة في ذات الأيام جدي ماشي بالصحراء عم يرعد بالبقرات والغنمات والجمال والأرانب. والأرانب. نعم. أبقار سلوري مثل أبقار كان عنده جدا. نعم عنتر كان عنده أبقار. وهو يسير مع أخيه شيبوب. إيه نعم سيدي. شاف ببعيد نساوين عم يضحكوا ويسهسكوا. شان يضحك نجلو. فقال له شيبوب أخي، من هؤلاء الفتيات؟ فقال له جدي عنترة، هؤلاء من بني حبس. اسمع اسمع. فقال له جدي، تعال نتقدم نحوهم. فتقدم جدي نحوهم. فقالت له إحدى الفتيات، من أنت يا النشمي؟ فقال لها جدي، أنا عنترة. فقالت له، والنعم. فقال لها، هل لديك شربة ماء؟ فإنني عطشان. فقالت له، تكرم. فأعطته جرتها، فبدأ جدي يزرنق بها زرنقة، وهو ينظر إلى عينيها الزرقاوتان ولها حولة حسن، فكانت جميلة الجميلات وشقراء بديعة. فقال لها جدي، ما اسمك يا صبية؟ فقالت له، أنا عبلة. فقال لها جدي، والسبع تنعام منك النشمية. نعم. ايه كمل كمل. إيه. فقال لها، أين مضاربكم؟ فقالت له، هذه الخيام خيامنا. فقال لها جدي، رايح لعنكم. هيك من باب الطاقة؟ حبة. أيوة. حبة جدي وقت حبة. فركب على حماره وسار معها. فوصل إلى خيامهم. نعم. فقالت له، عن إذنك سأصرخ إلى أبي. نعم. فصرخت إلى أبيها. وقتها كان أبيها نائما. كان نائما؟ نعم كان نائما. وكان يشخر؟ شخيرا كبيرا. فقالت له، أبتي إن عنترة على باب الخيمة. أيوه. فقال لها،
أين هو؟ قالت له يا أبتي على باب الخيمة. فكان نظره قليلا فنهض واقترب استفاق من شخيره. نعم يا ستار. فاقترب من جدي فقال شلونك يا ولدي؟ قال هلا هلا تفضلي النشمي. فتفضل جدي وجلس فقال له يلا يا ولد يلا يا ولدي قهوة قهوة يا ولد قهوة يا ولد. فضرب له القهوة وكانت عبلة تنظر من وراء الرداء باتجاه جدي عنترة وهي تبتسم له. فلاحظ من أباها. حبته. نعم. فنظر أباها إلى جدي عنترة وقال له وهو يشهر سيفه انهض أبوه لعبلة. أبوه لعنترة؟ لعبلة لعبلة. أبوه لعبلة. إيه. فقال له جدي عنترة انهض من هنا أحسن ما أغرس سيف بطنك. فجدي نهض وانهزم. ولكن جدي لم يسكت. ماذا فعل؟ نعم. فقال له لأخيه شيبوب ما حدث. وهنا اندلعت الحرب. شو الحق يعني الحرب؟ نعم من أجل ذلك يا ستار. جدي لم يسكت لم يسكت على ضي. لازم ما يسكت. فأخذ رمحه وركب عليه قصدي ركب على جماعة على حصانه. ركب على حصانه. نعم. وذهب ومعه 5 من الفرسان الأقوياء. يا سلام. وقال لهم. ماذا قال لهم؟ يا بني قيس أنا عنترة. هذا جدي. جده. فكانت وقتها عبلة تحلب الحليبات. عنتر يعني كانوا يجيبوه؟ نعم لقد كانوا مع بعضهم. يا سلام هذا بعضك ولا فيوز. شو هذا ولا فيوز؟ لا عم نقول يعني أبو الفوز. ما كان معه أبو الفوز؟ لكن قد كان راكبا على حماره في مقدمة من هجموا على القبيلة. هجموا على القبيلة فسحب سيفه وعنترة وهو جدي فبدأ يقطف بها الرؤوس. خدوا ولخدوا ويطعن هذا ويدفش الحصان من هنا حتى وصل إلى عبلة حط على الحصان وركض بها. الله حيوه أبو كرمو. أبو كرمو حبيبي الله يعطيك ألف عافية. قصة تاخذ لحال. بدنا نشطف بدنا ننام سيدي. بدك تسكر بدنا نسكر عم نسمع الحكاية. خلص سيدي معيتك والله نحن حابينك قوم كملنا يا عندي بالمحل. ايه. يا سيدي شرفو. وها جدي ايه. عنترة هلا بعدين وحطت عظماته وراه لكان ركب بها الخير عم قل لك ووصل على وادي غميق. ولك شو وادي عم قل لك شو بدي لك لقلك عديس. اصحى يا نايم وحد الدايم ابو كامل قوم على سحورك اجا رمضان يزورك. وحدوه